الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أود أن أعطيكم ومضة ربما يغفل عنها الكثيرون، دعاء الركوب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني كان يركب الدابة كان هناك أدعية: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب. فهذا الدعاء يريح النفس أيها الأحبة، يستحضر الملائكة ويطرد الشياطين من حولك ويجعلك تركز أكثر أثناء القيادة، لأن الأغاني تشوش على الدماغ أحبتي في الله. معظم الحوادث التي تحدث نتيجة السرعة والصوت المرتفع، يغيب عن الوعي، يندمج مع الأغنية، يتشتت دماغه، فتصبح قدرته على اتخاذ القرار، لأن عملية القيادة عملية دقيقة جدا وتحتاج لسرعة اتخاذ القرار. جزء من ثانية يمكن أن يودي بحياتك، جزء من ثانية قد تضطر لضغط الفرامل أو المكابح وتتأخر واحد بالعشرة من الثانية فيكون حادث قاتل. لذلك قراءة القرآن تعينك على ذلك، الأدعية تعينك على ذلك، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى تعينك على ذلك. وهناك آية عظيمة موجودة في القرآن كلنا يعلمها، ولكن الكثير منا ينساها عندما يركب في سيارته أو في أي وسيلة نقل أخرى، في الباص أو المترو أو القطار أو الطائرة أو أي وسيلة أخرى. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن هذا دعاء علمنا إياه الله سبحانه وتعالى وطبقه النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، لذلك حياة النبي كانت هادئة، ليس فيها حوادث، ليس فيها مشاكل، لأنه كان يفوض أمره لله عز وجل ويتوكل على الله ويستحضر عظمة الخالق فيهدأ. يعني انظروا اليوم أيها الأحبة، معظم الحوادث قلنا نتيجة السرعة، والسرعة تأتي نتيجة التهور، نتيجة أنه يلهث وراء الدنيا، يريد أن ينجز أكبر عدد من الأعمال، يريد أن يلهث ويسرع، وهو لا يعلم أنه يسرع باتجاه الموت. لأن الإنسان أيها الأحبة لو قمنا بعملية رياضية بسيطة وحولنا الإنسان إلى دقائق أو ثواني، فإن 70 سنة التي ستعيشها لو ضربت ب 365 يوم ثم تضرب ب 24 ساعة سيخرج معك عدد الساعات التي تعيشها. تضرب ب 60 دقيقة يخرج لك عدد الدقائق، ب 60 ثانية تحصل على عدد الثواني التي ستعيشها، التي قدر الله لك أن تعيشها. إذن أنت أيها الإنسان عبارة عن زمن، كلما مضت ثانية ذهب جزء منك، كلما ذهبت ثانية ذهب جزء منك، وتقترب باتجاه الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فعندما وأنا أقود السيارة، عندما أتذكر الموت وأتذكر لقاء الله وأتذكر نعمة الله الذي سخر لي هذه الوسيلة المريحة، أهدأ وبالتالي أنتبه أكثر وأتجنب الحوادث والمشاكل. الشيء الثاني أيها الأحبة، يجب أن نستغل وقت المواصلات الذي يضيع في المواصلات. لو حسبنا أن إنسان يذهب إلى عمله كل يوم ساعة ويعود ساعة، ثم يذهب في مشوار آخر لمدة مثلا نصف ساعة ويعود نصف ساعة، يعني 3 ساعات كل يوم. هذه الساعات الثلاثة أيها الأحبة لو حسبناها من عمره تشكل سنوات، تشكل سنوات بالنتيجة. فأنت تضيع من عمرك السنوات في المواصلات، أنفقها في القرآن العظيم. حاول أن تقرأ أي شيء تحفظه، حتى لو كنت تحفظ قل هو الله أحد كررها، لأنها تعدل ثلث القرآن. هناك الأذكار التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم أحبتي في الله ذكر رائع جدا، إذا كررته 100 مرة الله يكتب لك 100 حسنة، كل حسنة خير من الدنيا وما فيها، ويمحو عنك 100 جريمة أو 100 فاحشة أو 100 سيئة، كل سيئة كأمثال الجبال يمحوها الله بمجرد أن تقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت فيه منه من هذا إلا رجل عمل أكثر منك، وتكون لك حرزا من النار، وتكون لك وقاية من شر الحوادث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك أيها الأحبة مثل هذا الذكر يجب ألا ننساه، أن نستغل وسيلة مواصلات أن نقول هذا الذكر 100 مرة، لن يأخذ منك أكثر من 10 دقائق على فكرة. يعني سورة ياسين يمكن أن تحفظها وتقرأها كلما ركبت بالمواصلات لأنها قلب القرآن، وهي سورة الشفاء وسورة الشفاعة. القرآن كله يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. سورة ياسين تقرأ خلال 5 دقائق على فكرة. السور القصيرة الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد، هذه من السور المهمة. فحاول أن تشغل وقتك وأنت سواء تقود السيارة أو تركب مثلا أي وسيلة نقل أو تنتظر دورك في مكان معين، فاشغل وقتك بقراءة القرآن، لأن كل حرف تقرأه يجب أن تتخيل أن هناك 10 حسنات نزلت في رصيدك. الآن أحدنا يلهث من أجل مبلغ بسيط، يلهث وراء الدنيا ولا يأخذ إلا ما كتبه الله له، بينما مجرد أن تقرأ حرفا من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، نزل في رصيدك 190 حسنة، وهذا الرصيد لا أحد يستطيع أن يصادره أو يلغيه أو يمحوه. يعني السيئات لا تذهب الحسنات ولا تمحو الحسنات، العكس صحيح، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة التي تقوم بها العمل الصالح تذهب السيئة وتمحو السيئة، بينما السيئة لا تمحو الحسنة. على فكرة الحسنة ثابتة، هذا من كرم الله علينا أيها الأحبة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نزل في رصيد 190 حسنة، الحمد لله رب العالمين كما رسمت في القرآن 17 حرف، نزل في رصيدي 170 حسنة، وكل حسنة خير من الدنيا وما فيها. ترون هذه الدنيا بملذاتها وزينتها، حسنة واحدة أفضل منها. لماذا؟ لأن الحسنة ستدوم وتلقاها يوم القيامة، بينما هذه الأرض ستدمر والكون كله سيفنى. عندما تتم سورة الفاتحة تجد نفسك خلال نصف دقيقة قرأت سورة الفاتحة 139 حرف، أي 1390 حسنة نزلت في رصيدك نصف دقيقة فقط. فكيف بك إذا قرأت، إذا حفظت سورة البقرة وآل عمران والنساء، سورة ياسين، سورة الكهف وسورة مريم، وسور الحواميم، يعني ستجد أن لديك كنز من الحسنات، وتجد أن لديك رصيد هائل لا تتخيله وأنت بأمس الحاجة له يوم القيامة. لذلك أحبتي في الله نلخص هذا اللقاء، أحببت أنا والله يعني في مشوار وأحببت أن أقدم لكم نصيحة، يعني ربما تصادف من يستمع إليها، يكفي أن يهدي الله بها شخص واحد خير لي من الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فخلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة، أول شيء كلما ركبت حتى في المصعد في القطار في أي وسيلة نقل، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تقول أيضا
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب. اللهم أنت الصاحب في السفر. هذا دعاء جميل مريح. أنا الآن ليس لدي صاحب. عندما أعتقد وأتخيل في نفسي أن الله هو من يصحبني، هو من يحميني، هو من يرافقني، هو من آنس به، هو من أفرح بأنني قريب منه سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. نسبة أن يحميك الله 100%، إلا إذا قدر الله عليك الموت أو الحادث، هذا أمر سيعينك الله عليه، وسوف تجد أن الله سييسر لك كل أمر وسيحميك من شر الحوادث إن شاء الله. طبعا هذا الدعاء أرجو أن نتذكره جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.